الثانية اللي فيها هذه اللي متباكين معها، واللي اجتماع موسع على مستوى المقاطعة، وكذلك الحضور له بالصفة، معناها زاد عنه منسق المقاطعة وأعضاء المجلس الوطني بالمقاطعة ورئيس القسم وعمد البلديات التابعة للمقاطعة وأعضاء مكتب القسم وأعضاء مكتب الأمانة الاتحادية المنحدرون من المقاطعة وأعضاء المجلس الجهوي المنحدرين من المقاطعة وأعضاء المجلس البلدي اللي منتمين للحزب ورؤساء الفرق. لاهي تتلبها مرحلة ثالثة. هاي المرحلة الثالثة اللي هي تتلبها، لاهي تعود اجتماعات في الأقسام الفرعية. احنا هنا عندنا كيف تعرفوا 4 فروع ومفتوحة لكل الفاعلين السياسيين، والحضور منسق المقاطعة ومكتب القسم الفرعي ورؤساء القطاعات ورؤساء الوحدات القاعدية والفاعلون والناشطون السياسيون في الفرع. تطلب هذا اللقاءات الخاصة اللي حسب الحاجة واللي تهدف للوصول إلى أكبر عدد من الفاعلين والمؤثرين السياسيين والناشطين من أجل اشتراك كافة المهتمين بالهم العام في المقاطعة. إذا هذا بصفة عامة هو هي البرمجة اللي قرر الحزب عن طريق المكتب التنفيذي في اجتماعاته الماضية. إذا احنا كيف تعرفوا بعد الانتخابات الرئاسية الماضية في 2019 وتسلم صاحب الفخامة السيد محمد بن الشيخ الغزواني المقاليد الحكم في البلد، انتهج السيد الرئيس سياسة انفتاح على كافة الطيف السياسي الوطني، وعاد خلق من ذاك مناخ من الثقة بين السلطة التنفيذية، معناها زاد الحكومة والإدارة والمعارضة الوطنية، وهذا المناخ هو اللي هي الأرضية لتطبيع الحياة السياسية الوطنية وتنقيتها من الشوائب بصفة عامة ومعالجة الاختلالات اللي متراكمة واللي معيقة حقيقة البناء دولة ديمقراطية قوية. ويعود فيها المواطن يؤمن بالحرية وعنده الكرامة ويستمتع بالرفاه، وهذا عمل فخامة رئيس الجمهورية خلق جو من الثقة ومن الانفتاح، وكرس سن التشاور بين السلطة التنفيذية وقادة الأحزاب السياسية، سياني صموالة وسياني معارضة. وذاك في هذا الجو اللي يتميز بالثقة تأسست منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وجاوزت بذلك الأجندات الحزبية الخاصة ضيقة، ومهدت أرضية تشاور سياسي شامل توصل لتنظيم انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية توافقية وشفافة، نظمت في 13 ماي 2023 الماضي، وهي هي اللي تولدت عنها نتائج مشهد سياسي جديد أعطى الحزب الإنصاف مكتسبات كبيرة تمثلت على الحصول المرشحين بالانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية على ثقة غالبية الشعب الموريتاني اللي أكد بذلك رضاه العام عن الحكومة والسياسات العامة اللي تم تنفيذها خلال المأمورية الأولى لصاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية. وتعزيزا للحكامة السياسية والديمقراطية وترسيخ القيم التشاور والانفتاح كمنهج،
اعتمد السيد رئيس الجمهورية البرنامج الانتخابي تعهداتي وهيئة له مقاربة الصدق والشفافية إنجاز، وجسد حزب الإنصاف كخيار أساسي يعاون في تعزيز اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وتم توفيق في هذا الإطار ميثاق جمهوري مفتوح أمام كافة الأحزاب السياسية الأخرى بين بعض أطراف العملية السياسية الوطنية، تتمثل إضافته للمشهد في تحسين آليات العمليات الانتخابية والاتفاق على وضع تدابير ملموسة تهدف إلى ترجمة التنوع الثقافي للبلد واعتماد وتنفيذ سياسة وطنية ناجعة في من شأنها تقليص الفوارق الاجتماعية والقيام على وجه الاستعجال بدراسة معمقة لمنظومتنا الانتخابية. واقتضى الحال الشروع في الإصلاحات المناسبة، وذاك متن نظامنا الديمقراطي وجاوز به الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة، وتفعيل المقتضيات القانونية في مجال الانتخابات وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل. هذا بصفة عامة في الإطار العام. الآن بالنسبة للانتخابات القادمة، احنا كحزب الهدف عندنا هو الأصول والرجوع إلى قواعدنا الشعبية من وحدات ومن فروع ومن أقسام ومقاطعات إلى آخره، والتعرف على شن هي الوضعية الحالية بالنسبة لكل مقاطعة وكل بلدية من الحاجة والآليات اللي يجب عنها توضع للتشاور والتنسيق والتصحيح أي مسار، لأن ما خارج مسار يسوه هو شن هو ما يجيب عنه فترة معينة عنه يقوم معناها عنه ينشاف ذي اللي يعدل فيه ويخرص ذي اللي منه مستقيم يتم الاستمرار في المشي فيه، وذي اللي منه ما كان لاحق الأخلاق يصحح، لأنه هذا كامل عمل بشري، والعمل البشري كيف تعرفه لا يخلو خطأ. هذا هو اللي جعلنا عنا نتصل بكم ونستمع لآرائكم ونقوم ذي اللي عدلنا كامل من العمل السياسي السياني حزبا والله حكومة أفرادا، ونشوف ذاك اللي منه نقلع الشوائب اللي فيه ونصحه. منفتحين كل الانفتاح على جميع الآراء ومستعدين عنا نسمع كلها، وعندنا وقتنا التام معناها عندنا ما عندنا عجالة.